وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس فهد عيسى القاضي، نائب الرئيس التنفيذي للدعم المركزي في شركة خدمات مطار البحرين. إذا نرحب بك في نشرة الثالثة. كيف تنعكس شراكة شركة خدمات مطار البحرين باس مع معرض البحرين الدولي للطيران على نجاح هذا الحدث الدولي المرموق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني أشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة وعلى التغطية المتميزة لفعاليات معرض البحرين الدولي للطيران. طبعا فعالية عالمية بنكهة بحرينية هذه المرة، يفتتح المعرض تحت رعاية صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله ورعاه، لدليل على اهتمام مملكة البحرين بمثل هذه الفعاليات ولثقة القيادة، يعني ودليل على ثقة القيادة الرشيدة بكفاءة العناصر البشرية البحرينية. والحمد لله نشهد هذه السنة تطورات ملحوظة، ودليل يعني في التنظيم، وهذا دليل أيضا على الجهود الجبارة اللي يعني يقوم بها الفريق الإداري في معرض البحرين الدولي للطيران، يعطيهم العافية على جهودهم. بالنسبة لنا في شركة خدمات مطار البحرين باص وكون الشريك الاستراتيجي للمعرض وللمرة السابعة، يؤكد ذلك ويجسد اهتمام شركة خدمات مطار البحرين باص بدعم الفعاليات العالمية التي تعزز من مكانة البحرين كمركز يعني ريادي وبارز في قطاع الطيران الدولي. مشاركتنا هذه المرة في المعرض راح تكون من خلال تقديم خدمات المناولة الأرضية لجميع شركات الطيران والشركات الخاصة سواء المدنية أو العسكرية. لو أعطيكم شوية إحصائيات بس، نشارك هذه المرة بأكثر من 160 موظف من فرق متخصصة في تقديم خدمات المناولة الأرضية والدعم وأيضا التموين والصيانة. هذا العام من المتوقع أن تدير باص نحو 170 حركة تشغيلية هبوطا وإقلاعا على مدار 112 ساعة، وأيضا ستقوم الشركة بتقديم ما يزيد عن 7500 وجبة لضيوف وموظفي المعرض. أيضا نشارك بمنصة كبيرة يقوم فيها مركز باص لتدريب هندسة الطيران باستعراض بعض الفعاليات وبعض المحاضرات وإمكانيات المركز في الناحية التدريبية. نعم مهندس فهد، إذن كيف تدعم باص؟ ذكرت طرق كثيرة للدعم، ولكن كيف تدعم باص الفعاليات الوطنية الكبرى مثل معرض البحرين الدولي للطيران، وما مدى تأثير مشاركتها في تعزيز البنية التحتية لمثل هذه الفعاليات؟ نعم بالنسبة طبعا فعالية معرض البحرين الدولي للطيران فعالية كبيرة وعالمية، بطبيعة الحال لا يمكن أن تقوم بها يعني جهة بمفردها، لابد من تضافر الجهود وعمل يعني جماعي ومكثف من مختلف القطاعات في البلد. اليوم يعني أكاد أجزم أن هناك ليس عشرات بل مئات وقد يكون حتى يعني أكثر يعني الآلاف من الشركات اللي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر لدعم مثل هذه يعني الأحداث العالمية. بالنسبة لنا في شركة خدمات مطار البحرين باص، استطعنا خلال الفترة السابقة تعزيز دور الشركة أكثر وزيادة طاقتها الاستيعابية، بحيث تستطيع الشركة الآن إدارة عمليات في مطار البحرين الدولي وقاعدة الصخير الجوية في آن واحد ودون أي إشكاليات، ونحن للأمانة فخورون جدا بذلك. استطاعت الشركة أيضا الفترة الأخيرة أن تقوم بتجديد أسطولها من معدات الدعم الأرضي وإدخال تقنيات حديثة وتدريب الموظفين على هذه التقنيات، واستثمرنا ميزانية كبيرة خلال السنتين الماضيتين تقدر ب 3 مليون دينار بحريني، والعام القادم بإذن الله راح نستثمر ما يقارب 2,600,000 دينار خلال العام 2025 لمواصلة تجديد الأسطول. وكل هذا يعني وكل هذه الأمور تصب في عملية زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة، فبالتالي نستطيع أن نقدم الخدمات من أكثر من 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 مطار. أنا أعتقد أن الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات يعني في البحرين كونها واحدة من الصناعات الأساسية والرئيسية للدولة راح يعزز من الثقة العالمية في إمكانية وقدرة البحرين في التنظيم، ويعكس أيضا التطور النوعي للبنية التحتية بتضافر جميع القطاعات اللي موجودة في البلد. نعم، إذن نتمنى لكم كل التوفيق. المهندس فهد عيسى القاضي، الرئيس التنفيذي للدعم المركزي في شركة خدمات مطار البحرين باص، شكرا جزيلا لك.